عقد سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية ومعالي السيد بيتر سيارتو وزير الشؤون الخارجية والتجارة بالمجر في بودابست أمس مؤتمرا صحفيا، حيث أكد سعادة وزير الخارجية أن الجانبين بحثا سبل تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وعلى وجه الخصوص المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والتنموية، وأكد على ضرورة مواصلة الجهود الثنائية لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون المشترك والبناء على ما تحقق من نتائج الاجتماع الأول للجنة البحرينية المجرية الاقتصادية المشتركة، مؤكدا في هذا السياق على أهمية ودعم دور القطاع الخاص في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، كما بحث أيضا فرص تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في المجالات السياسية والدبلوماسية وتنسيق المواقف تجاه القضايا الإقليمية والدولية وتبادل الدعم في المحافل العالمية. من جانبه أثنى معالي وزير الشؤون الخارجية والتجارة المجري على جهود مملكة البحرين في حماية الاستقرار والأمن الإقليمي وأمن الطاقة، مضيفا أن مملكة البحرين والمجر يعملان من أجل السلام العالمي ويؤمنان بالحلول الدبلوماسية وتقوية صوت السلام. عقدنا مع معالي الوزير جلسة مباحثات مثمرة وبناءة، ونقلت خلالها تحيات وتقدير حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم إلى فخامة الرئيسة كاترين نوفاك رئيسة المجر، وتمنيات جلالته للشعب المجري بدوام التقدم والازدهار. وتدارسنا سبل تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وعلى وجه الخصوص في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والتنموية، وأكدنا على ضرورة مواصلة الجهود الثنائية لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون المشترك وتكثيف تبادل الزيارات والوفود الرسمية والتنسيق المشترك لاستكشاف فرص زيادة التعاون في مختلف المجالات.